بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، ونحن حجرنا كتاب كين ورقها الوجيز في سنة النبوية للشيخ الدكتور سالح الشامي حفظه الله تعالى ورعاه. شيخ وحو قبطي، باب فضل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فضلك وحي قصو أروري. قال الله تعالى بسره وحليه: ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. نبي محمد الله يحيي وحان كسيني تضبا او تلسوع العليا اي والقران العظيم. عن ابن عباس قال وحلي: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم نقيضا من فوقه، يضو جبريل عليه السلام ونوع السلام ولو فنيو اي وحو بغلي صوت محل كركيسة، فرفع رأسه بدي سيكره قاضي، فقال وحوري: هذا باب من السماء فتح اليوم. وحوري بعد كان والباب كم ذا الباب هذا سمده وما أنت لفوري لم يفتح قط إلا اليوم. وحوري ولي إلا مفر إلا ما أنت موية. فنزل منه ملك ملك باكسو دقي، فقال وحوري: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم. وحوري كان هو ملك ولي أنك إيماني سويدي ما أنت موية. فسلم عليه، فسلم بركوا سلامي، وقال وحوري: أبشر بنورين أوتيتهما. نبي محمد وعد مشاركته لما يفتين أو نوره اللقسيي لم يتهما نبي قبلك. نبي ذي كهر لسي بجر فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب قل معنا الحمد لله رب العالمين. إي وخاتواتيما سورة البقرة، هي سورة البقرة إذا هو قدبها كامل الرسول إلى آخر كذا. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. مجرت حرف كمية لبدا صورة داسي إلا بدا أيضا قد ميات البقرة ودي لها ورسالة إلا إلهي سبحانه وتعالى وكسيره معنا كل وقت والدعاء يبريو يويني إلهي لويني إلهي وي. شيخ وحو قبطي: باب فضل البقرة وآية الكرسي. باب فضل البقرة وآية الكرسي، فبقرة فضل هذا هي آية الكرسي وحي قصور. أنا أبي مسعود البدري قال وحي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبنا وحوي الآيتان لبا أيضا ومن آخر سورة البقرة، سورة البقرة قدام بيسا، من قرأهما في ليلة كفتاه. قفك هميك أخريا ويكفل أنت وشيدا بك إلى ليسا حرزك إلى هيك ليسا حرز حرمي أطاي وغفو مكين وكورق والله ما أرمى ليتك. أن أبي بن كعب قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبنا وحول يا أبا المنذر وكل يدي سوي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعلم؟ وحال قرآك أتقانه آية أقوى إلى تبدا ما تقانها. قال قلت حيرمي: الله ورسوله أعلم. قال لي رسول كيساوك. قال وحر يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أيضا قرآن حفظته وهي قرآن رب حفظها أيضا وهي متقالة. قال وحوري قلت وحاني بوري: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي. قال فضرب في صدره وقال وحوري: والله ما كنا أرتي ليهدك العلم. علمي هكوم معنا بشاريه أبا المنذر معنا علم إلهي كسيه معنا هنيئة ما كنا قضبت مع الله وانا الله كاغنيو. شيخ وحو قبطي: باب فضل قل هو الله احد. قل هو الله احد فضل كسو ارورتي. عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول: ايعجز احدكم ان يقرا في ليله ثلث القران؟ وحول احد كين بيو كالليزيا كعاجزيا انو هبيك واخريو قرانك ثلث كيس سدح بيو لوقي بيو هالبيل. قالوا إحنا وكيف هذه يعني قرأوا ثلث القرآن قرآن كان لحظة كلية وحبك بغنا آيدا قفكم هبيك هل ثلث كيسة معنى إلا لما كلية وحنا جنان سوى أخي كلا. قال العزيز السلام وحوري: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. سلام وحوري قل هو الله أحد وحيوني قلتا أجل كذب لم يدي معنى أي كهال ليسا ولو يقارن توحيتي كهال ليسا إلهي كهال ليسا وناقسي كهال ليسا وراك لترى
وحويش بحال الله برك القرآن أنت كهل الله توحيدك إلهي أنت بحال الله شريعتك كهل الله بحال قوة بحال الله أنت أخلاقك كهل الله يسأل هدية ثلث الواقع بيو توحيدك ثلث مرة قرآن أما سأ قف يقول والله آخر يا السماء وحول بذي هاي قرآن كسد حبيب برك الواقع بيو هل بين آخرين باب فضل المعوذات معوذات معوذات قل والله برا قل والله قل قل أعوذ برب الفلق برب الفلق كل ما قالوا فضل قصوا أروني أن عقبة بن عامر قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبنا وحوري ألم ترى آيات بهذا نجد آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قد أو لم ذولي الأعلى بن عسل وحوري قل أعوذ برب الفلق قل حتى لا أعوذ وحمد قال يا برب الفلق الله واقع نبرا إيه وقل أعوذ برب الناس وحتى لا هذا وحن من قال يا الله محالة يدتك رب قيسا يعني من قال يا يعني إذا كان معنا إيه فضي كان إيه وناك إلا ذي من قف قبومك دائما ومدد إنه اسكو إلى أليو إنه أخر آية الكرسي إنه أخر محالة قل أعوذ برب قل والله أحد إنه أخر قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إنت صلى وحويل الدنيا آخرة أفوى وكل بارية شيخ وحو قبطي الكتاب السدحان الاعتسام بالسنة سنة إلا قبصه قال الله تعالى وحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إلى يوحوين لا يوحوين وحقوص الدجال ذكر قرآن لتبين للناس ما نزل إليهم سيادتك أبو عديس وحي الله سود الجيل باب وجود إضاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع السلام إلا أضيع واجب لماذا قال الله تعالى وحوري يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذلك إيمانك الله يا ليه إلهي ربيع سمان ربيع معنى إلهي أضيع سمان أضيع إيه ذلك فنح أضيع بأبرك إلهي أي أضيعني رسول الكيسين وقال تعالى وحوري من ومن يضع الرسول فقد أضاع الله لكن عليه الصلاة والسلام أضيع إلهي بو أضيعي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبا أمتي يدخل الجنة ليس إلا غفك ديدا بوية قالوا حدي يا رسول الله ومن أبا يا ديدا قال وحري من أضاعني دخل الجنة وحريك يا أضيع جنة يقري ومن عصاني فقد أبا وحريك يا عاسينا معنى جنة إنه قال أيو ديدي وعنه أبو هريرة قال رسول صلى الله عليه وسلم وحوري دعوني ما تركتكم وحوري إذا نافع هاي ورسلنا وحي آن محال الله أنا الإذي الشيء معنى أكتبه إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم تذكر وحا هولاني سؤال شمع عند هذا إيه واختلافهم على أنبياء أنبياء ذوي قرب بنان فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبون هذا واحد ذكرنا مخدع هذا وإن أذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مصدعتم هذا واحد أمرنا وحي هذا ودام كلا إنباذ أو كلا كالية عشر نوحي لدك داري دون الله السنة من الوحي وصلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.